شبك ميرا؟ كلها إجازة، منروح منتفسح يعني مثلنا مثل كل هالعالم. يعني شو فكرني مطائق قلبي على ما أقضي معك يومين ثلاثة سوا؟ طيب خلاص هي ها ليك، هي الفرصة، منروح منسافر مننبسط شوي، بعدين طالعين جروب على فكرة مو لحالنا. يا حبيبي مو زبط، والله مو زبط. معك حق، أكيد مو ظابطة. كمان أنت يعني دكتورة وبنت ناس، ما بصير تساوي هيك. بعدين العالم شو بدهم يقولوا عنك؟ ها؟ ليك شو طلع منها؟ فادي ممكن بلا غلاظة؟ لا والله عن جد ما عم تغلظ. لا عم تتغلظ، عم بتشوقني على شغلات أنت بتعرف كتير منيح إنه أنا ما بقدر أعملها، لأنه كل القصة نصب واحتيال وكذب وخداع. طيب شو نساوي؟ ما كل العالم بتعمل هيك لحتى تنفذ من الرقابة. آه والله؟ مو على أساس القيم ما بتتقسم. وشو الحل برأيك؟ ما في حل على وضعنا، ما في حل. شرف وروح وبلطوا البحر. أنا شو موقفي قدام أهلي إذا عرفوا بالقصة؟ رح يقولوا إني خنت الثقة وما طلعت قد المسؤولية. مو زبطة يا فادي. بابا أهلين بابا، تفضل. مرحبا. أهلا وسهلا. خلصتي شغل؟ يعني ضل عندي شوية ضبضبة. بحب أعرفك فادي بيشتغل بمختبر الأسنان، هو اللي بيعمل لي تعويضات بدل تالف. بابا فادي. أهلين أستاذ فادي. أهلين أهلين عمو. طيب أنا لكان رح أمشي دكتورة، بنحكي بعدين. بكرة المساء ببعث لك إن شاء الله الشاب منشان يأخذ منك البروفات، وإذا في أي طبعات تانية فبتمنى تخلي لي إياهم، بس هيك رطبين الله يوفقك. أوكي ماشي. يلا فرصة سعيدة أستاذ. تشرفنا فادي. فادي أنت اسمك فادي وأنا اسمي فادي كمان، بس ليش تلبكت لما قلت لي استاذ وشو نسيت اسمك؟ لا ابدا، على راسي استاذ فادي، تشرفت بمعرفتك. يلا بالاذن، سلامات دكتورة. الله معك، مع السلامه. خلصتي؟ ايه